الحكم للزفر مخالفة وما نظنش باش يكتفي بذلك. بمخالفة رائعة جدا يتمكن من بغض حارس المرمى. هدف لبوروسيا دورتموند. هدف من كرة مباشرة دخلت في المرمى، من الطبيعي جدا أن يأسف حارس المرمى لعدم قدرته حتى على المحاولة في التصدي لها. ضربة حرة مباشرة مباغتة، لم يحظى حارس المرمى فرصة على التلافي صدها. لنلقي نظرة أخرى على الهدف.